يسرني قبل المحاضرة أن أرحب معكم بحضور صاحبي النيافة الأنبا مرقس والأنبا أثناسيوس أسقفينا في فرنسا، وبحضور حوالي 20 من كهنتنا في أمريكا وكندا. نجاوب شوية أسئلة. في واحد بيقول لي: ما رأي قداستكم في هذا الكتاب، وهل هو مفيد أم لا؟ الكتاب اسمه الحياة الأبدية في حرية أبناء الله. هذه الكتب من مجموعة كتب شهود يهوى، فابعدوا عنها تماما، لأن كلها شكوك. شهود يهوى لا يؤمنون بالثالوث القدوس، ولا بلاهوت الابن، ولا بلاهوت الروح القدس، وهم والسبتيين يعتبروا ان المسيح هو الملك مخيم. في حاجة عايزكم تعرفوها عشان تميزوا بعض الكتب. تلاقوا في الصفحة الاولى دي اللي كاتبين مين بتوعهم، كانوا زمان بيكتبوا اسمهم Witnesses of Jehovah، شهود يهوى يعني. دلوقتي تلاقوا مكتوب Watch Tower Bible. Watch Tower يعني برج المراقبة، وهم عندهم جمعية اسمها جمعية برج المراقبة، وكل كتاب عليه الحكاية دي برج المراقبة بالعربي بالانجليزي اعرفوا انه شهود يهوى. وكل كتاب يعتمد على New Bible Translation يعني ترجمة العهد الجديد، أو New World Bible. New World Bible يبقى دي بتاعة شهود يهوى، لأنهم عملوا ترجمة جديدة للكتاب المقدس بيلعبوا فيها على كيفهم عشان تتفق مع عقائدهم. فاحترسوا من هذه الكتب ولا تقرؤوها، وإن ادوها لكم بلاش مش تفتكر كمنه بلاش تستفيد بيه. لو ادهولك بلاش تقراه برضو. ممكن تجيبوا لي الكتب دي، وانا هطلع كتاب ان شاء الله رد على شهود يهوى، ونبقى نترجمه للانجليزي، يوزع في البلاد اللي فيها كنائس لينا تتكلم بالانجليزي. لكن احترسوا من هذه الكتب. استسمح صاحب الكتاب ان انا احتفظ به عشان ارد عليه يعني، وغالبا الاقيه معايا برضو، بس يصادر. واحد بيسأل على جميع الذين اتوا قبلهم سراق ولصوص، موجودة في كتاب سنوات مع اسئلة الناس، مش مقصود بها الانبياء، مقصود بها المبتدعين اللي جم قبل المسيح على طول. واحد بيقول اننا امر الان بحالة روحية سيئة للغاية، كيف اتخلص منها وانا مستسلم لها تماما وليس لدي اي باعث للتوبة؟ شوف يا حبيبي، اللي ما يجيش للتوبة بارادته ربنا بيعرف يجيبه بالعصاية. فإذا كنت عايز تتعرض لخبطة من ربنا تتوبك مفيش مانع، لكن أنا أنصحك تيجي بإرادتك. كويس؟ ربنا مستعد يقود كل الناس للتوبة. اللي يجي بالذوق يجيبه بالذوق، اللي يجي باللطف يجيبه باللطف، اللي يجي بالطريقة إياها يجيبه بالطريقة إياها. نصيحتي ليك هي الآتي: إذا ما وجدتش رغبة في التوبة، على الأقل حاول إنك تدخل العنصر الروحي في حياتك حتى إن كنت ما بتتأثرش بيه. يعني ابتدي صلي حتى إن ما كنتش بتتأثر بالصلاة، وإقرأ في الكتاب وإن كنت ما بتتأثرش، وإقرأ الكتب الروحية. جايز سطر من الأسطر نعمة ربنا تستخدمه لخلاصك. اقرأ سير القديسين، جايز بعضها يأثر في حياتك. يعني دخل جزء
من الروحيات عندك، وما تسيبش نفسك كده للخطية لوحديها تستفرد بيك. ما تسيبش نفسك للخطية لوحديها تستفرد بيك. احتفظ بكل الطرق الروحية، واعرف ان لو استخدمت الطرق الروحية والوسائط النعمة وما جابتش تأثير معاك، ساعات ربنا يحاول يشعرك قديه الخطية متعبة والطلوع منها مش بالساهل عشان تاني مرة تحرم. يعني زي ما قال القديس باسيليوس الكبير، الحاجات اللي بتيجي بسهولة بتضيع بسهولة. فساعات ربنا يخلي رجوعك صعب شوية علشان تاني مرة تقول حرم ما عدتش، اديني شفت ازاي لما وقعت في الخطية تعبت. صلي كتير من اجل ان ربنا يكون معاك ويساعدك، كلمه بصراحة. حاجة تاني، ابعد عن كل الاسباب اللي بتجيب لك الخطية. ابعد عن كل الاسباب اللي بتجيب لك الخطيه، وانت عارف بالظبط هي بتجي لك منين. والكتاب المقدس في سفر الرؤيا اصحاح 2 في الرساله الى ملاك كنيسه افسس بيقول له اذكر من اين سقطت وتب. لانك لما تصلي وتستخدم الطرق الروحيه وسبب الخطيه ما يزال موجود، سبب الخطيه هيرجعك تاني. فابعد عن سبب الخطية وربنا يكون معك. وإن طالت بيك المدة ما تيأسي، إن طالت بيك المدة ما تيأسي. القديسة مونيكا صلت يمكن 20 سنوات طويلة، فما تتضايقش، جايز الخطية تقعد معك مدة، مش معناها انها مش هتسيبك ابدا. هيجي وقت تسيبك، بس داوم على الصلاة. ربنا كل ما يعرف لجاجتك وصبرك وتعبك مش هينساك. سؤال بيقول اطلب تفسير هذه الحكمة. قال يوحنا الدرجي: الانسان الطاهر هو الذي يطرد الحب بالحب ويخمد النار العادية بالنار الروحية. كتير من القديسين قالوا التوبة هي استبدال شهوة بشهوة. التوبة هي استبدال ايه؟ شهوة بشهوة. يعني شهوتك للعالم تتغير بانك تستبدلها بشهوة اخرى هي شهوتك نحو الروحيات، نحو ربنا الى اخره. وتطرد الحب بالحب، يعني حب العالم وحب الجسد تطرده من قلبك بحب آخر، حب سماوي، حب طاهر. لأن ما دام الخطية بتتصل بالعاطفة، إذن لازم من عاطفة مضادة تقف قصادها، اللي هي العاطفة الروحية. سؤال تاني، واحد بيقول أنا شاب في 23 من عمري، وتقدمت إلى فتاة من نفس سني وعملت نصف إكليل، وبعد مدة من الاختبار اتضح لي إن الفتاة ترغب في الرهبنة ومنعت أن يتم الزواج. جايز يعني لما جربتك فضلت الرهبنة. أو جايز، لا بلاش يعني، جايز إن كان مضغوط عليها في الخطوبة. على فكرة ما عندناش حاجة في الكنيسة اسمها نص إكليل، ده تعبير غلط معرفش جه إزاي. هو اما خطوبه لاما زواج، لكن نص اكليل دي تطلع ايه؟ مفيش حاجه اسمها نص اكليل. عندناش غير خطوبه وزواج. فانتوا عملتوا خطوبه
واتضح ان البنت عايزه تترهب، ما تضغطش عليها، سيبها في طريقها الصالح. بس السؤال، هل انت عرفت فعلا ان ليها الرغبه دي، ولا هي قالت انا عايزه ترهبن؟ جايز ناس بيقولوا لك كده عشان يطيروا الخطوب. فاذا كانت هي فعلا قالت انها عايزه تترهبن، ما تقفش في سكتها. وطبعا اللي عايزه تترهبن هترجع لك الشبكه والهدايا، لانها ماتت عن العالم، يعني ماتت. وذلك في الاجتماعات اليوميه التي تقام بها صلاه الغروب والنوم. فما ارشاد قدستكم لمثل هذا الانسان بالرغم انه رجل عجوز ولا يستطيع الوقوف؟ هو طبعا ما دام لا يستطيع الوقوف ممكن يصلي وهو قاعد، يعني لا يوجد ما يمنع. يعني مثلا القديس يعقوب المقطع كان مقطوع رجليه وايديه، فهل نقول له ما تصليش وانت قاعد؟ يصلي وهو قاعد. المريض اللي موجود في المستشفى ورائد على السرير، هل ما يصليش؟ يصلي وهو رائد. ربنا يريد مننا خشوع الصلاة إن كان بإمكاننا أن نقف في خشوع، لكن إن كان الجسد عيان ومش قادر، الله لا يطالبك فوق ما تستطيع. خدوها قاعدة كده، الله لا يطالبك فوق ما تستطيع. ده إحنا العجايز خالص التعبانين بنعفيهم الصوم لأنهم عيانين. وزي ما قال القديس بارسونوفيوس لما واحد سأله عن المطانيات والصوم بالنسبة لواحد عيان ومحطم، قال لهم احنا بنستخدم الصوم والنسك عشان نحطم قوة الجسد، فإذا كان الجسد متحطم جاهز ما فيش داعي. لكن امتى تعتبر مسؤولية؟ لو كان هذا العجوز يقعد في الكنيسة يصلي على كرسي وبعد ما تخلص الصلاة يفط زي الحصان ويجري على رجليه، هو ده الغلط. لكن ما دام ما يقدرش ربنا ما يطلبوش فوق ما يستطيع، زي العيانين، زي العيانين. بس يستحسن ان اللي يكون تعبان زي كده ما يتحطش في مكان ظاهر كده لألا الناس يشكوا أو يعثروا، أو اللي ما يعرفوش إنه مريض جايز يجي لهم فكر إدانة ليه. فالحالات الخاصة إن وجدت في مكان ما يعثرش يبقى أحسن. واحد بيقول قرأت كثيرا حتى أعرف كيف مات يوسف النجار ولم أعرف. يا أخي أنت هتروح تعزي؟ وأحب أعرف كيف مات. شوف، المعروف أن يوسف النجار، هقول لك حاجتين. المعروف ان يوسف النجار مات 1000% قبل صلب السيد المسيح، لان لو كان يوسف النجار لسه عايش ما كانش المسيح يخلي العذراء تروح عن تلميذه يوحنا، كان يوسف اولى به. كمان لو كان العذراء عندها اخوات زي ما البعض بيقول، كان العذراء اسف عندها اولاد اخوات للمسيح زي ما البعض بيقول، كان اولادها اولى بيها. اذا ساعة صلب المسيح لا كان يوسف النجار عايش ولا المسيح كان ليه اخوات، لا قبل ولا بعد. المعروف أيضا عندنا في التقليد الكنسي أن يوسف النجار كان راجل كبير في السن، كان راجل عجوز عجوز لما خطب السيدة العذراء، وخطبها لكي يحفظها
وليس لأجل أن يتزوج. فلما كان كبير في السن طبعا يعني رسالته انتهت بعد رجوع العذراء من مصر واتوفى، ما قالولناش امتى، ما قالولناش امتى، ادى رسالته وخلصت. في حاجات كتيرة الكتاب المقدس ما قالناش عليها، يعني مثلا يوحنا المعمدان كيف حفظ من سيف هيرودس ولم يمت، عرفنا بالتقليد ومكتوب في السنكسار، لكن الكتاب المقدس ما قالش. فطبعا يوسف النجار كان عجوز، الكتاب قال انه كان موجود اثناء ميلاد المسيح، وقال انه راح مع العذراء والمسيح لارض مصر، وقال ان اوحي اليه ان يرجع فقد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. وبعد كده والكتاب المقدس شرح لنا ايضا ان يوسف النجار كان حيا اثناء ما المسيح تكلم مع الشيوخ في اورشليم وعمره 12 سنه، لان العذراء قالت له ابوك وانا كنا نطلبك معذبين، طبعا مقصود ابوك بالتبني، يعني كنا نطلبك معذبين، يعني كان لسه عايش لما المسيح كان عمره 12 سنه. بعد كده ما سمعناش. أبونا بيقول في عرس قانا الجليل ما كانش موجود. السؤال: هل يحل الأكل الفطاري بعد التناول يوم الأربعاء والجمعة؟ طبعا لا. وبيقول بعض الكهنة بيحللوا، يقصد إنه يفطر، يفطر يعني ياخد طعام الفطور مش الإفطار، طعام الفطور مش طعام الإيه؟ الإفطار، لأن مش معقول إنه يفطر الأربعاء والجمعة بعد التناول. طب ما عندنا قداسات باستمرار، يبقى اللي عايز يفطر الأربعاء والجمعة يروح يتناول. في ناس بيقولوا القداس فرح وما ياكلوش بعدين، يعني ما يصوموش بعدين، دي يمكن بعض الآباء الكهنة يقصدوها. علشان كده احنا بنحاول نخلي القداسات يوم الأربعاء والجمعة متأخرة، يعني تخرج ثلاثة بعد ظهر، اثنين، واحدة زي ما يطلع، علشان يبقى الإنسان لا يعثر في الانقطاع يوم الأربعاء والجمعة. لكن يأكل أكل إفطاري لا. وفي ناس كحل متوسط بعد ما يخرج من القداس يشرب له أي كوباية ولا حاجة وخلصت، ويكمل لحد الظهر. سؤال واحد بيقول: اسم زوجتي في شهادة الميلاد فلانة، وعند عقد الإكليل والدها كتب اسم الشهرة بتاعها مش اسمها بتاع شهادة الميلاد، فلانة أخرى يعني، ومطلوب تصحيح الاسم، فما الإجراءات؟ هو ممكن تطلب من محامي يعمل لك اللازم علشان تغيير الاسم، لأن لازم تغيير الاسم يغير من شهادة الميلاد، من السجل المدني، من البطاقة الشخصية، والسجل المدني بيشمل الكل يعني. فدي برضو خلي واحد محامي يقف لك فيها. وهل دي تضرك يعني إن يعني لو حدث إشكال بينك وبين مراتك أو إثبات نسب أو غيره، ممكن إنه تتغير رسميا في السجل المدني، خلي واحد محامي يقف معك. و
واحد بيقول إذا كان الخلاص في لحظة بدعة، فهل يمكن أن يكون الإيمان في لحظة؟ الإيمان طبعا ما بيتمش في لحظة، لأن الإيمان عايز كرازة وعايز تعليم وتفهيم لغاية لما الأثر يجي في القلب. البعض قال يقصد إعلان الإيمان، هو بس عايزين تستخدموا كلمة لحظة وبس. ما فيش حاجة أبدا بتتم في لحظة، كلمة لحظة كلمة صعبة، يعني تحديد زمني قصير جدا من الصعب. يعني واحد يقول له آمن يقول أمنت في لحظة، مش معقول. عوامل بتخش في قلبه وفكره إلى آخره. واحد بيقول كيف يمكن للإنسان تنمية مواهب الخير الموجودة بداخله لخدمة الآخرين؟ أنا عايز كل واحد يتعود الخير في كل مكان وفي كل وقت، ولا يتقيد بأوضاع معينة. يعني مش يفتكر إن الخدمة إن في اجتماعات الكنيسة أو مدارس الأحد أو غيره. لا، الخدمة تكون معاك في كل وقت وفي كل حين. اتعود مثلا الخدمة في البيت، في بيتك اللي أنت ساكن فيه. فأول ما تقوم من فراشك رتب الفراش، وما تسيبوش إن تتعب في ترتيبه والدتك أو زوجتك. إيه المانع إنك ترتب فرشتك بنفسك؟ ايه المانع انك انت بعد الاكل تشترك معاهم كلهم في توضيب المائدة؟ مش تاكل وتسيب كل الصحون تعبانة وتاخد بعضك وماشي وتخليهم كلهم يقعدوا يشيلوا ويحطوا ويغسلوا. حاول تتمرن على كل حاجة. حتى وانت قاعد تاكل، بصيت لقيت فلان ناقصه ملح ناقصه مية، تتقدم وتدي. يعني اتمرن على الخدمة في كل حاجة. انت ماشي في السكة لقيت عيل تعبان وعايز يعدي الرصيف، مش قادر، خايف من المواصلات، ممكن تعديه. لقيت راجل عجوز، راجل اعمى. يعني حاول انك تدخل الخدمة في حياتك اليومية وحياتك العادية في كل وقت. لكن مش معنى كده انك تحشر نفسك فيما ليس من اختصاصك وتقول بدافع الخدمة. تحشر نفسك فيما ليس من اختصاصك وتقول بدفع الخدمة. يعني برضو الخدمة في كل وقت وفي كل مكان ممتزجة بالحكمة، ممتزجة بالحكمة. لأن في ناس باسم الخدمة بيضيعوا نفسهم وبيدخلوا نفسهم في مشاكل هم في غنى عنها. وبعدين تبقى خدمة التعليم، نمي مواهبك في التعليم، هتلاقي ان الناس هيحتاجوا لك اردت او لم ترد، وبس برضو بحكمة. يعني مش في كل مجال ناس يتكلموا تقول لهم لا انا قريت في كتاب بيقول كده، جايز هيقولوا ده حب ظهور. لكن اذا سئلت رأيك قول ولو ان انا مش مختص، ولو ان انا مش عارف، لكن يعني انا سمعت الرأي ويبقى ليك وتقبله. يعني كده في اسلوب هاتف. كمان في التعليم لا تحاول ان تعلم من هو اكبر منك سنا، لان هذا التعليم يحتاج الى اتضاع. وفي رسالة يعقوب بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي، لاننا في اشياء كثيرة نعثر جميعنا. فبرضو ادخل في الخدمة، نمي مواهبك صحيح، وادخل في الخدمة باتضاع وبحكمة. تدخل في الخدمة باتضاع وبحكمة. وتنمية مواهبك دي لها حاجات كتير، من ضمنها القراءة ومن ضمنها الاجتماعات، حاجات كتير. س
سؤال: أحب الرب من كل الفكر ومن كل القلب، وهذه منذ صغري، لذلك أريد أن أعرف طريق الرهبنة، وقد أرسلت لقداستكم أكثر من مرة ولم يأتني الرد. الرب يدبر أمورك. طيب، أول حاجة لطريق الرهبنة زيارة الأديرة والتعرف عليها. ربما يكون في ذهنكم صورة غير الصورة اللي بتشوفوها. أنا زمان وأنا شاب صغير أول مرة زرت دير، صحيح انبسطت، لكن كان في مخي حاجة تاني خالص. كان في مخي هروح الأديرة هلاقي جبال وتلال، ويطلع من جبل يخش في جبل صور من القراية الكتب، لكن لقيت حاجة منبسطة كده، خدت صورة مختلفة. المكان اللي تجده واحد يمشي من تل الجبل تجدوه في دير الأنبابولة بالذات، يعني دير الأنبانتونيوس يشبه، لكن دير الأنبابولة أكتر في مناظر الجبال والتلال، واللي يروح وياخد فكرة عن أيام زمان. يعني زور الأديرة وشوف، مش بس الأديرة يعني مبانيها، يعني مبانيها والساكنين فيها، يعني شوف تقدر تستريح للجو أو لا تستريح. كمان شوف الرهبنة دي تناسبك أنت ولا لا، وتناسب ظروفك العائلية ولا لا. يعني برضو عايزة حكمة وعايزة إرشاد، ومش كل حاجة تجدها في كتاب الرهبنة تنفذها على طول، لأن في اختبارات موجودة في كتاب بستان الرهبان وفي سير القديسين وصل إليها القديسون بعد عشرات السنوات من الخبرات. ما تقدرش تبتدي بيها وانت لسه في أول الطريق، سواء في الصمت أو في النسك أو في الوحدة إلى آخره. تدرب على نقاوة القلب قبل ما تخش الرهبنة، تدرب على عدم الغضب، وعلى أنك أنت ما تمسكش سيرة حد، لأنك جايز تخش الدير وإن كان لسانك يعني ما فيش ضبط كامل ليه وتراقب أعمال غيرك، جايز تتكلم كلام يوقعك في مسؤولية، أو جايز تغضب وانت جوه الدير. بالذات اتدرب على الصمت، مش الصمت الكامل، إنك ما تتدخلش في شؤون غيرك، إنك ما تدينش غيرك، إنك ما تغضبش، إنك تطاوع. كل دي أشياء لازمة ليك قبل دخول الرهبنة. أيضا اتدرب أيضا على الصلاة، لأنك إذا ما كنتش تجد لذة في الصلاة هتقعد في الدير إزاي. اتدرب تصلي الصلوات الخاصة، الصلوات القصيرة المتكررة، صلوات الساعات الأجبية إلى آخره، علشان لما تروح تقدر تجد لذة في الصلاة. وتدرب على القراءة أيضا، وبرضو خليك تحت إرشاد أب اعتراف. إن كان أب اعترافك في العالم له اتجاه آخر، تدرب على إرشاد روحي ولو من داخل الدير. واحد بيقول: كيف عرف قايين ان الرب نظر الى ذبائح وقربان اخيه هابيل والى قربانه لم ينظر؟ هو زمان كان ربنا بيقبل الذبيحه عن طريق نار تاكل الذبيحه. ربما حدث ان ذبيحه قايين نزلت نار واكلتها، وبالنسبه ذبيحه هابيل نزلت نار واكلتها، وبالنسبه لقايين ما حصلش.
بقية السؤال عن قايين تلاقوه في كتاب قايين وهابيل اللي طلعته لكم قبل كده. نكتفي بالأسئلة دي دلوقتي شوي. نقول أي ترتيلة. دول الأسئلة اللي جاوبنا عليها بزيادة. اسأل إله الواحد أمين. أريد أن أكلمكم اليوم عن موضوع الثنائية. الثنائية عن اثنين يعني. أول ما ربنا خلق الإنسان ما كانش فيه غير الخير فقط بالنسبة للإنسان يعني. ما كانش الإنسان يعرف غير الخير. ولما أكل من شجرة معرفة الخير والشر بقى يعرف الخير والشر، وبقت حياته محصورة بين الاثنين دول، محصورة بين الخير والشر، بين الحلال والحرام، المباح وغير المباح. وعاش في هذه الثنائية غالبية الناس إن لم يكن كل الناس. لعل أول مظهر لهذا الأمر الصراع، الصراع الداخلي وأيضا الصراع الخارجي بين الخير والشر وبين الجسد والروح. ولذلك معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل غلاطية الإصحاح الخامس يقول: إنما أقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. دلوقتي بقى في صراع داخلي عند الإنسان ما كانش موجود هذا الصراع من قبل، وفي الأبدية سوف لا يوجد صراع، سيستريح البشر تماما من هذا الصراع بين الخير والشر، ولا يوجد في الأبدية إلا الخير. وينسى الناس الشر تماما، وينسون الأشرار أيضا. يعني ينسون الأشرار، يعني افرض واحد كان أبوه شرير أو ابن ليه شرير وهو إنسان كويس وراح الأبدية، هيفضل زعلان على أبوه أو ابنه؟ هتنمحي من أذهان الناس هذه العواطف وهذه الأحاسيس وهذه الروابط الجسدية، ولا يبقى إلا الخير والأبرار فقط. أول شيء أتعب العالم مش الصراع ضد الخطية. الصراع ضد الخطية ده جه شيء تالي. أول حاجة أتعبت الناس معرفة الخطية، إنهم عرفوا إن في حاجة اسمها خطية، ابتدوا يتعبوا، أو عرفوا حاجات زي كده بالجسد. يعني آدم وحواء كانوا عايشين عريانين في الجنة ولا يخجلان، لأن المعرفة ما كانتش وصلت إليهم. أول ما وصلت إليهم بعد ما أكلوا من الشجرة ابتدوا يخجلوا، ابتدوا يضغطوا. الحاجات دي ما كانتش موجودة قبل كده. المعرفة أولا بتتعب، ثم الصراع ثانيا بيتعب، ويبقى الإنسان يصارع بين الخير والشر، بين الروح وبين الجسد. على رأي واحد من الأدباء قال عبارة في هذا المجال، قال إيه: كنت أصارع نفسي وأجاهد حتى لكأنني اثنان في واحد.
كنت أصارع نفسي وأجاهد حتى كأنني اثنان في واحد، هذا يدفعني وذاك يمنعني. بقى جواه اتنين، جواه بقى اتنين، واحد بيدفعه واحد بيمنعه. هذه هي الثنائية اللي بيتعب منها الإنسان، صراع بين رغباته في العالم الحاضر ورغباته في العالم الآتي. واحد عايز يبقى كبير، ربنا ما يمنعش أبدا أنك تبقى كبير، وربنا عايزك تبقى كبير وخلقك على صورته ومثاله، لكن أنت عايز تبقى كبير على الأرض ولا تبقى كبير في السماء؟ تبقى كبير في الماديات ولا تبقى كبير في الروحيات؟ علشان تبقى كبير لابد انك تنكر ذاتك، واللي ينكر ذاته يحفظها الى حياة ابدية، واللي يحب ذاته يبغضها. اذا في صراع. انا كلمتكم المرة اللي فاتت عن ضبط النفس. ضبط النفس ليه؟ لان النفس عايزة تشرط، فانت لازم تضبطها. اذا هنا في صراع، واول صراع يقوم بينك هيقوم بينك وبين نفسك قبل ما يقوم بينك وبين الآخرين. لكن اللي يغلب نفسه يستطيع يغلب كل حاجة في المجتمع. المهم يغلب نفسه أولا، يخش في صراع مع نفسه. والصراع مع نفسه ليه؟ لأن نفسه بتشتهي أشياء ليس من صالحها أن تتم، وهكذا يجد الإنسان نفسه في ثنائية، في صراع ما بين الرغبة، ما بين الشهوة والضمير. طبعا الصراع بين الشهوة والضمير ده صراع بالنسبة للمبتدئين اللي بيشتهوا أشياء ضد الضمير. أما لو حدث الإنسان وارتفع في روحياته وأصبح كل شهواته شهوات روحية، عند ذلك لا توجد مجالات لهذا الصراع الداخلي، لأن صار إنسانا واحدا. هو تقريبا غالبية جهادك الروحي، غالبية جهادك الروحي انك تصير شخصا واحدا، غالبية جهادك الروحي انك تصير شخص واحد، ما يكونش فيك اتنين بيخبطوا في بعض، ما يكونش فيك روح وجسد بيتصارعوا مع بعض، زي ما بيقول بولس الرسول هذان يقاوم احدهما الاخر. طب امتى ينتهي هذا الصراع؟ لما روحك وجسدك يمشوا هما الاثنين في طريق واحد، طريق سليم. وهنا نوعين من الناس، نوع روحه وضميره بيستسلموا استسلام كامل لجسده ويبقى ماسي شخص واحد لكن في طريق الهوية، ما عندوش صراع لأن ضميره ضاع، فبيبقى واحد لكن واحد هالك. وإما إن الجسد يخضع للروح تماما ولا يصارعها ويصبح الإنسان واحدا لكن في طريق الخير. ولا يصبح هناك صراع بين الشهوة وبين الضمير، بين الروح وبين الجسد، ما يكونش. كمان متى يصير الإنسان واحدا؟ حينما يتخلص من الخوف. يعني يتخلص من الخوف، يعني ما دام انت بتشتهي شهوات خاطئة بتخاف ان الشهوات الخاطئة تنكشف، ففي صراع.
بتخاف ان الشهوات الخاطئة دي تجيب لك عقوبة او تجيب لك نتيجة سيئة قصاد المجتمع او قصاد القانون او قصاد ربنا. فعنصر الخوف يلازمك. وهكذا آدم لما صار اثنين ما بين الخير والشر ابتدى يخاف. يخاف لأنه كسر وصية ربنا، ويخاف من نتيجة اللي عمله. عنصر الخوف. لما الإنسان يخلص من هذا الصراع ويصبح شخص واحد ماشي في طريق الله، حينئذ ينزع منه الخوف تماما. دي علامة من علامات الطريق الروحي، ينزع منه الخوف تماما. ازاي؟ زي ما قال القديس أغسطينوس: جلست على قمة العالم حينما أحسست في نفسي إني لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. طالما الشهوة معاك بتتعبك، معاها الخوف 1000%. تخاف إن شهوتك لا تتحقق، وتخاف لو تحققت شهوتك تجيب لك كوارث، فأنت تصبح عبد للخوف. لعله من أجل هذا الخوف الخاطئ المتعب نسمع في الكتاب المقدس بآية عجيبة جدا. بيقول إيه في سفر الرؤيا إصحاح 21 آية 7 و8: من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابن. ده كلام مفهومه كويس. وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون إلى آخره، دول نصيبهم في البحيرة المتخذة بالنار والكبريت. الحاجة الغريبة إن حاطط الخائفين في الأول قبل غير المؤمنين وقبل الرجسين والقاتلين. ده جاي منين؟ لأن بسبب هذا الخوف بيقع الإنسان في الرجس، وبيقع في القتل، وبيقع في باقي الأشياء الأخرى. أما الإنسان المؤمن حقيقة فمن ضمن علاماته أنه لا يخاف. هيخاف منين؟ هو شخص واحد مش منقسم على ذاته، يخافش أبدا. علامة أولاد الله كده، يقولوا له نقتلوك، يقول تقتلوني؟ طب ما هروح عند ربنا، ما أنا مش خايف. اللي بيخاف من القتل ده ومن الموت، بيخاف من الموت لأنه مش ضامن إيه اللي بعد الموت. لكن لو ماشي في طريق ربنا هيخاف من إيه؟ طب ما هيموت، ليه اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح؟ إيه اللي يخوفه؟ دائما الخوف مربوط بالخطية، مربوط بهذه الثنائية إنه مش ماشي صح. واحد يقولوا له يسجنوك، فترة لطيفة للوحدة والتأمل والصلاة بقى. طب ما الرهبان كانوا بيسجنوا نفسهم، هيخاف من ايه؟ ما دمت بتخاف يبقى في حاجة غلط جواك، يبقى انت لسه 2 أو 3 أو 4، ما بقتش شخص واحد، فيك صراعات جواك. في واحد بيخاف عشان بيحب العالم وخايف يسيب العالم. واحد بيحب العالم وإيه؟ وخايف يسيب العالم. زي نسمع عن إحدى الملكات العظيمات إنها ساعة موتها قالت مستعدة أد نص مملكتي للي اديني دقيقة عمر. ده بعد كده تقول أد مملكتي كلها لدقيقة عمر. خايفة من الموت لأنها بتحب العالم، بتحب العالم وخايفة تسيب العالم.
إما الإنسان بيحب العالم وخايف يسيب العالم، أو مش ضامن يروح فين وخايف من هذا المجهول اللي بعد الموت أو المصير السيء اللي بعد الموت. طب إمتى الإنسان ما يخافش يصطلح مع ربنا، يصطلح مع نفسه؟ يصطلح مع نفسه يعني الاثنين اللي بيصارعوا بعض الخير والشر اللي فيه يصطلحوا سوا، ما يبقوش اثنين، يبقى واحد يحب الخير وخلاص ما يخافش، بعد كده ما يخافش ابدا، يخش في الحديد وما يخافش، يخش في النار وما يخافش. طب ما الثلاث فتية دخلوا قتول النار وما خافوش، ودانيال النبي نزل في جب الاسود وما خافش، والشهداء تقدموا للموت وما خافوش. اللي بيخاف يبقى في حاجة تعباه من جوه، فيه اتنين بيخبطوا في بعض وخايف للشر اللي فيه يضيعه. هاد واحد ما فيش جواه إلا خير، ده يخاف من ايه؟ يبقى من علامات الثنائية اللي فينا اللي بتتعب الناس، حاجة منهم الصراع وحاجة منهم الخوف. لما يبقى واحد يبقى لا صراع ولا خوف. في انسان بيبقى اتنين، اتنين يعني ايه؟ مش الخوف ولا الصراع، لا، غير الخوف والصراع الرياء. الرياء يعني الرياء يعني هو وحده شيء وقدام الناس شيء آخر، فهو اتنين اتنين، إنسان لوحده حاجة وإنسان قصاد الناس حاجة تاني، ده الرياء. قصاد الناس بيلبس ملابس الأبرار وملابس القديسين ويسلك حسنا، وجواه واحد تاني مختلف تماما عن الإنسان البراني، وأصبح اتنين، الإنسان الجواني في حتة والإنسان البراني في حتة. هذه الثنائية. وممكن وهو وحده يعمل حاجات كتيرة يخاف يعملها قصاد الناس. ليه؟ الإنسان اللي لوحده مختلف عن الإنسان اللي بره، هما الاتنين كل واحد في سكة. جايز فكره في حتة ولسانه في حتة، يعني من ضمن أنواع الرياء النفاق. من ضمن أنواع الرياء إيه؟ النفاق. يعني واحد في فكره إن اللي قصاده ده إنسان شرير وبحيرة النار والكبريت قليله عليه شوية، يعني لازم ربنا يحميها شوية عن كده علشان تناسب هذا الشخص. وبعدين يجي الشخص ده يقول له ايه رأيك في اللي انا بعمله؟ يقول له اخر تمام، ما فيش احسن من كده ابدا، ده لو جبنا ملاك من السماء ما يعملش غير اللي انت بتعمله. قال لا، فكره حاجة ولسانه حاجة تاني، فبيلجأ إلى النفاق لأن فيه اتنين، اللي جوه حاجة واللي بره حاجة. زي واحد أمام رئيسه في العمل يمدح زي ما هو عايز، ولو قابله واحد زميله يقول له إمتى ربنا يريحنا من الرجل ده، لأنه اتنين، لأنه اتنين، فبالاتنين بيتحول إلى النفاق، بالاتنين بيتحول إلى النفاق. متى يصير واحدا؟ متى يصير اللي في قلبه هو نفسه اللي في لسانه على لسانه، ومش شخصين، واحد جواني وواحد براني، واحد حقيقي وواحد زائف؟ امتى؟ يقول لك ما اقدرش اقول لرئيسي ان جنسك كذا. اذا لم تستطع
أن توبخ الخطية فعلى الأقل لا تمتدحها. إذا ما استطعتش إنك تصارح هذا المخطئ على الأقل لا تتملقه. خليك شخص واحد كده. فالصراع يدل على إن الإنسان مش واحد. الخوف يدل على إن هو مش واحد، في اتنين من جوه. الرياء، النفاق يدل على إنه مش واحد. أو مثلا إنسان تلاقيه داخل الكنيسة بصورة وخارج الكنيسة بصورة. داخل الكنيسة راجل بتاع ربنا تمام، ويمكن يقف ورا عمود زي أرسانيوس، ويمكن يمسك منديل يمسح به دموعه زي أرسانيوس برضو، وخارج الكنيسة ياخد راحته على الآخر. يبقى هو اتنين، واحد جوه الكنيسة وواحد بره الكنيسة، هما الاتنين يختلفوا. زي تمام أسبوع البسخة، تلاقي واحد جوه الكنيسة ألحان حزيني وقراءات حزيني، وهو مشاعره حزيني وماشي مع المسيح في آلامه، مشترك مع المسيح في آلامه، ويخرج بره واحد يقول له ما سمعتش آخر نكتة، يقول له هات اللي معاك. ده عبارة عن اتنين، جوه الكنيسة حاجة وبره الكنيسة حاجة تاني. في البسخة حاجة، أو واحد في البسخة حاجة وفي الخمسين حاجة تاني، والاتنين. علشان كده ربنا احنا بنقول في التسبحة قلبي ولساني يسبحان القدوس. قلبي ولساني، اللي جوه قلبي هو نفسه اللي على لساني. طب إذا كان اللي جوه قلبك ما تنطقوش بلسانك، يبقى اصمت. الإنسان اللي هو اتنين أو ثلاثة أو أربعة، ساعات تلاقي ما يعمله في الخفاء غير اللي يعمله في العلن. أو تلاقيه يمشي بوشين، مادام هو اتنين يمشي بوشين ويلعب على حبلين. يعني اتنين ضد بعض وهو في الوسط، يقابل ده يمدحه يقول له انت الحق معاك، ويقابل التاني ويمدحه ويقول له انت الحق معاك، ويقابل واحد تالت يقول له ان جيت للصراحه هما الاتنين غلطانين. فده ماشي بطريقه ما تدلش على انه شخص واحد، لان كل ما بيقول يقابل واحد يقول له كلام غير التاني، فلسه لم يصل إلى وحدانية القلب، ولا وحدانية الفكر، ولا وحدانية التصرف، ولا وحدانية الكلام. ده عبارة عن كذا واحد، زي اللي يقول لك في الوش مراية وفي القفص اللاية، مش عارف هيترجموها ازاي، لكن يعني بيشتغل بطريقتين ليس شخصا واحدا. لذلك يقول لك الشخص الروحي شخص دغري. يعني ايه دغري؟ يعني له طريق لا يتشعب ويتفرع الى طرق متعددة لابسة في بعض او ضد بعض. لكن مش معنى كده انك تفتكر ان الصراحة تخبط في الناس. لا، الصراحة ايضا ينبغي ان تمتزج بالحكمة وبالادب وبالذوق واللياقة. يعني واحد يقول لك ايه رأيك فيا، تقول له بصراحة انت انسان شرير. وحد يكلمك يقول لا ده احنا قلنا في الكنيسة لازم اللي في قلبي في لساني. لا، ما هو اذا كان اللي في قلبك غلط
ما تخليش لسانك يشترك في الغلط. إذا كان اللي في قلبك غلط ما تخليش لسانك يشترك في الغلط، تقول لكن أنا اللي في قلبي مش غلط لأن هو فعلا شرير. أقول لك افتكر قول السيد المسيح: من كان منكم بلا خطية فليرمها بأول حجر. نصف الحقيقة إن اللي قصادك مخطئ، والنصف الثاني إنك أنت أيضا مخطئ. فإذا أردت بغيرة مقدسة إنك تصلح الأخطاء، ابدأ بنفسك أولا وصلح الخطأ اللي جوه نفسك، وبعدين حينئذ تبصر جيدا فتستطيع أن تخرج القذى من عين أخيك. كتير من الناس اللي يقول أنا راجل دخلي، أنا رأيي واحد، أنا صريح، أنا اللي في قلبي على لساني، بينسى أخطائه ولا يرى إلا أخطاء الآخرين. طب يا أخي إذا كنت صريح ما تصارح نفسك بإنك غلطان قبل ما تصارح الغير إنهم غلطانين؟ صارح نفسك أول. وانظر إلى الفضائل التي في الناس ولا تنظر فقط إلى الأخطاء اللي فيه. يعني جايز إنسان تعرف عنه أخطاء كتيرة، لكن في حاجة كويسة، في حاجة كويسة، امتدح هذه الحاجة كويسة. السيد المسيح مع المرأة السامرية، المرأة السامرية كان لها أخطاء والمسيح كلمها برضو، لكن لقى فيها حاجات كويسة. قال لها اذهبي وادعي زوج. قالت له يا سيد ليس لي زوج. قال لها بالصواب أجبتي، حسنا قلتي ليس لي زوج، بالصواب أجبتي وحسنا قلتي. وفي الآخر قال لها هذا قلتي بالصدق. إذن على الرغم من أخطائها الكثيرة وجد فيها حاجات كويسة، وجد فيها إيه؟ حاجات كويسة، إنها بالصواب بتجيب وبتتكلم بالصدق وما بتخبيش. تمام زي المرأة الخاطئة اللي بللت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، فيها خطايا كتير صحيح، لكن في نفس الوقت فيها حاجة كويسة وهي التوبة والبكاء والدموع، برضو دي حاجات كويسة. وانت لما تمتدح الناس حتى الأشرار على الخير اللي فيهم وفعلا خير فيهم، يبقى ما بتتكلمش كلام غلط وما بتتملقش. في ناس بيفتكروا الأخطاء اللي بيرتكبوها في النفاق وفي الرياء إنها نوع من الذكاء ونوع من الحكمة ونوع من السياسة، ويسميها البعض نوع من الفهلوة، يعني حكمة العالم. ولكن حكمة العالم هي جهالة عند الله. هذه السياسة اللي بيقولوها، هذا الذكاء اللي بيقولوه، دي عند ربنا مش مظبوطة. في إنسان شخصين مش واحد زي ما بنقول، يلجئه هذا إلى الكذب أو إلى الخداع، فهو عارف الحقيقة من جوه لكن اللي بيقوله غير اللي عارفه. يبقى هو اتنين، مخه عارف حاجة ولسانه بيقول حاجة تانية. داخله غير خارجه، ففي اتنين زي ما بنقول، الداخل حاجة والخارج حاجة تانية. في أشياء له وأشياء للناس، يعني معلومات لنفسه ومعلومات لغيره، وجايز المعلومات الاثنين دول ضد بعض.
كتير من الناس اللي بيكونوا اتنين زي كده بيلجأوا إلى التحايل. التحايل، ويفتكر التحايل نوع من الذكاء أيضا، أو يلجأ إلى الغش، والغش معناها اتنين برضو، لأن الحقيقة اللي جواه حاجة واللي بيظهره للناس حاجة تاني، والتحايل فيه الثنائية برضو، لأن اللي جوه معروف واللي بره حاجة تاني. كل التحايل والغش والكذب والنفاق والرياء كلها سببها إن واحد اتنين بيصطرعوا جواه. وبعدين يقول لك من ضمن الأسباب، يقول لك أنا عايز أوصل، أنا عايز إيه؟ أوصل. وفي سبيل إنه يوصل يلجأ إلى وسائل خاطئة بسبب هذه الثنائية، يلجأ إلى وسائل خاطئة بسبب هذه الثنائية. لو كان شخصا واحدا ما يلجأش إلى أي طريق من هذه الطرق. يقول لك أنا عايز أعيش، طب لكن ما تعيش بطريقة غلط. أنا عايز أوصل، لكن ما توصلش بطريقة غلط. أنا عايز أقنع اللي قصادي، لكن ما تقنعوش بحاجات غلط. وساعات إنسان علشان يوصل وعلشان يقدر يمرر هذه الأمور، إما بالكلمة الطيبة أو بالابتسامة الحلوة أو بالمديح أو غيره، لكي يقنع اللي قصاده بالخطأ غير اللي جواه. برضو اتنين جوا بعض. المسيح كان دائما شخصا واحدا، وكلامه مع الناس كان كلاما واحدا، والثنائية دي كان بيحاول يوبخ الناس عليها أو يعالج الناس منها. ولذلك لما المرأة اللي ربطها الشيطان وجاء المسيح يحلها في يوم سبت، ورئيس المجمع قال ايه ده؟ ليه ده بيكسر السبت بهذا الشكل؟ المسيح قال له يا مرائي، انت في يوم السبت ما بتحلش الحمار بتاعك عشان تروح تسقيه شوية مية؟ امال المرأة دي اللي مربوطة بالشيطان ما نحلهاش في يوم سبت؟ قال له يا مرائي. ليه يا مرائي؟ لأن ساعات الإنسان يعامل نفسه بطريقة ويعامل غيره بطريقة تاني، يعامل نفسه بطريقة ويعامل غيره بطريقة تاني، ويبقى ليه مبدئين برضو الثنائية. ليه مبدئين؟ مبدأ للتعامل مع نفسه ومبدأ للتعامل مع الآخرين. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون شديد ويقول كلمة قاسية أو متعبة أو جارحة لغيره ويسمح لنفسه بكده، لكن لو واحد قال له كلمة قاسية أو جارحة يتعب منها، يقول بيعاملوني ليه المعاملة دي؟ طب ما أنت المسيح قال لك في طريق واحد، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. يبقى في طريق واحد للتعامل، تعامل به نفسك وتعامل به غيرك. يعني مثلا واحد يقول أصلا أنا حساس، الكلام بيتعبني. طب إذا كنت حساس وكلام بيتعبك، الناس الباقيين مش حساسين وكلام بيتعبهم، ليه تعامل الناس بطريقة ولا ترضى أن يعاملوك بها؟ لأن اتنين، في أسلوبين في التعامل، في ميزانين بنوزن بيهم الأمور، ميزان لينا فيه تبرير كل عمل، وميزان للآخرين فيه نقد شديد لأعمال الناس. برضو مثل هذا الشخص، ليس واحدا في أسلوبه ولا واحد في تعامله ولا واحد في الحكم على الأمور. وجايز يكون نفس الميزانين في التعامل مع أصحابه أو أقربائه أو خاصته. يعني تلاقي واحد وجايز يكون شخص مسؤول، وجايز يكون رجل من رجال الدين، وجايز يكون أي حاجة. إنسان يغلط في حاجة يقول لا لا لا، ده معذور، ده غلبان، ده مسكين، ده أصل ظروفه وكذا كذا. وبالنسبة لواحد تاني يشمئز يقول لك لا مش أصول،
طب اشمعنى مع غيرك بتقول كلام غير مع احبائك؟ او ام لو ابنها غلط اي غلطه تعذره، تقول لا فلان كويس، لا قلبه ابيض، لا هو ما يقصدش. ولو واحد تاني من ولاد الاقارب الجيران غيره عمل نفس العمل تثور وتضج. او زي امراه الاب تعامل اولادها بطريقه واولاد الزوج من امراه اخرى بطريقه مخالفه وجايز في نفس العمل. في ميزانين، في معاملتين، في اسلوبين، في شخصين مختلفين، شخصين مختلفين. ايه الحنو والطيبه العجيبه دي مع هذا النوع من الناس، وايه الشده والعنف والقسوه مع النوع الثاني من الناس؟ وضع مش سهل، مفيش وحدانيه. ده المسيح بيطلب مننا ان احنا نكون واحد مع بعض، لكن حاجه تاني لازم نكون واحد جوه قلبنا عشان نبقى واحد مع الناس. حب الذات وحب الاصدقاء والمعارف بيسبب برضو الرأيين والانقسامين والقلبين الى اخره. ربنا في اليوم الاخير هيكشف الحاجات دي كلها، ويكشف اللي جوه قلبنا واللي جوه فكرنا، والناس يقولوا يا ده لسانه كان غير كده، ده تصرفاته كان غير كده. لازم الواحد يعرف ايه اللي بيخليه يبقى اتنين او اكثر من اتنين، وازاي ينتهي به الامر في هذه الموضوعات كلها، ويصبح فكره وقلبه، فكره وقلبه وروحه وضميره وجسده كلهم في طريق واحد. فكره وقلبه، مشاعره، لسانه، ضميره، جسده كلهم في طريق واحد. ولذلك مار اسحاق قال كلمة حلوة جدا، قال إذا اصطلح قلبك وفكرك وجسدك مع بعض تصطلح معك السماء والأرض، تصطلح معك السماء والأرض. إذا أنت صرت شخص واحد مفيش صراع بين عقلك وضميرك، مفيش صراع بين تصرفاتك وبين داخل قلبك، مفيش اثنينية في حياتك، مفيش كلامك غير مشاعرك، بقيت شخص واحد، وصلت إلى هذه الوحدانية. على شرط أن تكون هذه الوحدانية اللي فيك عبارة عن وحدانية سليمة، مش على حساب ضياع ضميرك أو ضياع روحياتك. حاول أنك أنت تسلك في هذا الطريق، حاول أنك تتخلص من الخوف من كل الأخطاء، وربنا يكون معاك. وتفضلوا نصلي.